ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم؟ إيش؟ ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بالصابون والشامبو بالرائحة؟ ما حكم لا بأس بذلك، لأن اغتسال المحرم جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغتسل وهو محرم. وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة يعني نكهة محبوبة للنفس، كما يرى في النعناع في ورق التفاح وما أشبه. نعم.